السلام عليكم. كنت جاي مع شريعة الحسن الثاني، واذا نشوف واحد جوج عنصرين ديال الصقور، واحد المطارده ديال واحد الدراجه ناريه على متن شخصين. كانت مطارده بواحد السرعه، هاد الشخصين هادو كانوا غاديين عكس الاتجاه السير، شويه طلعوا للتروطوار، انا كنت جاي في التروطوار، كانت راسي كتبان لي الدراجه جايه بواحد السرعه الاتجاه ديالي، هربت وسط الشانطي، قطعوا الشانطي، مشاو في السكه ديال الترامواي تبعوهم العناصر ديال الصقور. الحمد لله الفطنه ديالهم شدوا عنصر، والان جابوه فين كاين البوست ديال البنك المغرب، وغيتم تقديمه امام انظار العداله. والطريقه باش كانت كتم المطارده، كيبان لان هذوك اما هابين شي حاجه، اما عندهم شي مشكل، حيت يعني داكشي تم بسرعه، وكان كيشكل خطر على المره، وكان كيشكل خطر حتى على المواطنين.